للمطالبة بكنزها على المغامرة لارا كروفت أن تفوق الملكة دهاء وتبلغ المقبرة المحرمة وتحل لغز الملكة البيضاء، وسيكون طريقها حافلا بالاختبارات. يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر. في دقيقة يا أبي. جدران القلعة العالية تترنح ساخرة. استغرق بطلنا سنوات لتجميع هذه الخريطة. أمضى ليال في مكتبات مغبرة باحثا في المجلدات القديمة. استكشف سفنا غارقة مجردة من الكنوز وطارد أي دليل مهما كان ضئيلا. إذا استطاعت مغامرتنا الشجاعة استرجاع الكنز فقد تنجح في إثبات جدارتها لتصبح مساعدة اللورد ريتشارد كروفت. زيانة اللعبة. حيوانات غريبة تعترض طريق بطلتنا. من الصعب معرفة إن كانت متعطشة للدماء. يبدو أن هناك شيئاً في عش الغراب في الأعلى. تتسلق لارا فوق بحيرة من الحمم البركانية الفائرة. الأرض بها حفرة. لارا تسقط في حفرة الظلام. بوابات القلعة مشددة الحراسة، لهذا لا تدخل بطلتنا من الباب الأمامي. ماذا اعتاد والدي أن يقول؟ ظهرت أزهار القرنفل لأول مرة حيث تساقطت دموع مريم العذراء. المقبرة المحرمة تناديني. رائع، دخلت كروفت حجرة دفن لم يدخلها أحد منذ آلاف السنين.
دقيقة تماما تقريبا. تستطيع بطلتنا إصابة ذبابة على عربة من مسافة 100 خطوة. علي أن أصوب أفضل. اختبار للقدرات على بطلتنا أن تصيب الهدف لتنزل السلة. يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر من هذا. الآن حان وقت الكنز الحقيقي في المقبرة المحرمة. على بطلتنا أن تكون هادئة كي لا يشعر بها الملك. ما دخل لارا بأي من هذا؟ إنها في غرفتها تكتب واجباتها المدرسية. ليس أمامها متسع من الوقت. لن يتوقع حراس الملك أن تتسلق كروفت القلعة أبداً. برج القلعة أطول مما كانت تتخيل. تواصل بطلتنا التسلق بحثا عن طريق آخر للدخول. لمحت بطلتنا مدخلا آخر. Shoo!
اذهبي بعيدا. تواجه لارا الصغيرة العلو الشاهق والمخاطر وتبعدها عن تفكيرها. كدنا نصل. تستعيد توازنها وهدفها. والآن إلى المقبرة المحرمة. هذه الأسوار مدمرة، عليها الدخول من خلالها. إنها قريبة لدرجة أنها تكاد تلمسها، لكن حقل القوة الخفي يقف في طريقها. لا بد من وجود مدخل آخر. أخيراً تلمح طريقاً للدخول في الأسفل، عليها توخي الحذر. لما أقوم بهذه الأفعال الغبية؟ سحقاً. وأخيراً تدخل المقبرة المحرمة. بحلول الليل خطف الخفاش العملاق الملكة بدرجة 30 شمالاً و90 شرقاً، وبقلمها كتبت قلبها، وبالنور تفتح حرية حبها. أتساءل إذا كانت الملكة البيضاء وحيدة. ربما تتعلق الإحداثيات بالكرة الأرضية.
تمت استعادة هذا الرسم الغامض من ضريح خال وملعون. قد يكون ما تحتاجه مغامرتنا الشجاعة لتعثر أخيراً على كنز الملكة البيضاء الضائع. قد نجحت في فك تشفير النصوص القديمة ووجدت سلسلة من الدلائل. الملك والملكة البيضاء، هناك شيء ما في الدروع. ماتت الملكة المسكينة ماريا تيريزا ميتة أليمة. قال عنها الملك: هذه هي المرة الأولى التي تسبب لي الحزن فيها. أدى زواج ملك الشمس لويس الرابع عشر بماريا تيريزا إلى إنهاء حرب طويلة الأمد بين فرنسا وإسبانيا. هذه لعبة قديمة، درعان وتاج أبيض. أيمكن أن تكون هذه الملكة البيضاء؟ أين القطعة البيضاء؟ لفيفة بيزنطية، العدالة هي الأمنية الراسخة الأبدية لإعطاء كل ذي حق حقه. هذا مصري، صندوق العين الشريرة. كان الهدف من محتوياته هو توفير المساعدة للأشخاص في الحياة الأخرى.
قطعة من تلك اللعبة التي اعتاد أبي وأمي لعبها، ولكن لماذا هي موجودة هنا في الملعب؟ محفور أسفله حرف ألف الذي يرمز لاسم إيميليا. أشتاق لك يا أمي. ربما تتعلق الإحداثية بالكرة الأرضية. نجح الأمر. دخلت كرافت الطابق المتوسط المحرم، عليها توخي الحذر. ديناصور ريكس صغير، ترى هل فقد أمه؟ هو إنه ياتيري، معالج من أمريكا الجنوبية. إنه ياتيري، معالج من أمريكا الجنوبية. أينما وقفت سيبدو لك أن هذه الأقنعة تحدق بك. يبدو هذا تابعا لحضارة المايا. أهو كوكولكان؟ أتساءل عما يكون هذان الكلبان. جماجم حيوانات تعد نذيرا بالموت ورمزا للتغيير العظيم. هذا قناع زعيم قبيلة زينو من كولوب. لم أرى بعض هذه القطع من قبل. مدفن عظام الموتى. يحتوي الصندوق على عظام الموتى. لا أستطيع قراءة النقش. هذا هو الدرع الذي ارتداه الغزاة خلال عصر الاستكشاف. ترى ما الذي اكتشفوه؟ تمثال أريكي من جزر كوك، الأسرة الملكية 25. التصميم الداخلي للتابوت في غاية التعقيد. تبدو هذه إغريقية؟ لا، إنها فارسية. أتساءل ما الذي تحرسه. قناع الموت لأجاممنون، تم العثور عليه في مايسيني. قناع قبيلة إفريقي مصنوع من الذهب، ربما يخص قبيلة أشانتي. تنبسط أجنحة الخفاش العملاق. علي العثور على ملكة البيضاء. علي العثور على ملكة البيضاء.
يعكس شعاع الضوء. البيضاء حبيسة، علي إنقاذها. علي تحرير الملكة البيضاء. الآن بوسعي تحريرها. وبالنور تفتح حرية حبها. قلبها يخفق بقوة وتخطو بطلتنا العتبة نحو المجهول. هذه أغراض أمي. الدرب يولفه الظلام وتحرسه الخفافيش، هكذا قال الفارس الأحمر. الملكة البيضاء منحته ابتسامة فضولية وقالت: خفافيش؟ أنا لا أخاف من الخفافيش، أنا لا أخاف من أي شيء. أخبريني عن هذا. أنا وأنت نمتطي تي راكس في مصر. أين والدك؟ في العمل. سأذكرك إلى أن تكون في حياتي. سأعود بعد شهر واحد. أعده. أرجوك.
عن مسؤولياتي، أنا على وشك. دائما على مشارف شيء ما. إن هوسك سيدمر هذه الأسرة. هوس؟ أنا مهووس؟ لا تفوت طفولة ابنتك لأنك دائما في مقبرة ما في الجانب الآخر من العالم. لما لا يمكنك أن ترضى بما لديك؟ أوه يا إلهي، لا يتحتم عليك تعامل مع الأمر. أبي؟ رجاء بحق الرب يجب أن تتفهمي، هذا على الأغلب أهم ما وصلت إليه. حسنا حسنا، ماذا علي أن؟ أبي؟ أبي؟ أبي استيقظ، هيا أرجوك استيقظ أبي، رجاء لا ترحل عني أبي. صباح الخير. أجل، ترى ما الذي تخبئه لنا الغابة اليوم؟ أيا كان الأمر فسوف نتعامل معه. هي لن يسوء الأمر عن البارحة. صحيح، لن يصل. لن يسوء الأمر عن البارحة. صحيح. ليس لدي مساحة كافية لهذا. Oh.